الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. بدأ عدد من محطات البنزين في محافظات عراقية مختلفة إضرابا عن العمل بسبب القرار الحكومي برفع الدعم عن زيت الوقود ورفع أسعاره. وأعلنت رابطة المحطات الأهلية في النجف والقادسية الإضراب بسبب قرار وزارة النفط برفع الدعم عن المشتقات النفطية، مبينة في بيان أنها تمثل 70% من محطات التعبئة في العراق، وأن محطات الوقود التابعة لها ساهمت بتوفير الوقود للمواطنين طوال سنوات في انسيابية كبيرة على الرغم من قلة الدعم الحكومي، مطالبة وزارة النفط بالتراجع عن هذا القرار. قالت وزارة الصناعة إن إنتاج الكبريت في الشركة العامة لكبريت المشراق توقف بعد عام 2003 نتيجة القصف والأعمال التخريبية التي طالت مرافق الشركة، على الرغم من أن العراق الأول عالميا في احتياطي الكبريت. وقالت الوزارة إنها حاولت إعادة تنشيط الشركة عام 2010 إلا أنها فشلت بسبب التكاليف الباهظة لتنفيذ عملية التأهيل. وفي عام 2015 كان من المؤمل استكمال تجهيز وتأهيل جميع الخطوط الإنتاجية للمشروع، غير أن أحداث عام 2014 حالت دون ذلك بعد تعرض الشركة لسرقة معظم المعدات وتدمير البنى التحتية لها. وأكدت أن الشركة باشرت للمرة الثانية في عام 2017 بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنتاج الكبريت المصفى بواقعه الحالي، إلا أن المشروع توقف أيضا للمرة الثالثة. أكدت غرفة تجارة بغداد أن المنتج المحلي في العراق لا يغطي أكثر من 15% من احتياجاته، لافتة إلى أن العراق بلد مستهلك وغير منتج. وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني إن سياسة دعم المنتج المحلي يتم تطبيقه عندما يغطي هذا المنتج ما بين 60 و70% من الاحتياجات، إلا أنه يتم فرض منع الاستيراد وهناك حاجة ملحة لسلع ومواد لا تكفي الحاجة. قال اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا إن عائدات تركيا من صادرات الفواكه والخضروات الطازجة بلغت 772 مليونا و663 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالي. وتصدرت الحمضيات القائمة في القطاع بواقع 313 مليونا و682 ألف دولار بعد تصدير 792 ألفا و236 طنا خلال الفترة المذكورة، حيث أسهم صادرات الفواكه والخضروات الطازجة بشكل كبير في دعم اقتصاد البلاد. قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغين إن سعر النفط قد يرتفع إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، لافتا إلى أن تراوح سعر النفط ما بين 80 و150 دولارا للبرميل الواحد أمر ممكن. وشدد شولغين على استعداد روسيا لتصدير النفط ومنتجاته إلى الدول الصديقة بأي ثمن بشرط عدم وجود معوقات تقف أمام ذلك، ملمحا إلى العقوبات الغربية على بلاده. هذا ويباع خام برنت حاليا بسعر يتراوح ما بين 100 و105 دولارات للبرميل، بعد أن ارتفع سعره في بداية مارس الماضي إلى 139 دولارا للبرميل. إلى أسعار العملات والمعادن. إلى اللقاء.